السلام عليكم، ده ان شاء الله هيكون اول فيديو من فيديوهات المراجعه لماده البروبابيلتي. زي ما انتم طلبتوا مننا انكم عاوزين نحلل المسائل ستيت ديستريبيوشن وامتى نعرف او امتى نستخدم الان او التي او الاف ديستريبيوشن، ان شاء الله الفيديو ده هيبسط كل حاجه، وفي نهايته تقدروا ان تحلوا كل المسائل بسهوله وبسيطه ما يكونش في اي مشكله. بس قبل ما نبدا بس نحل المسائل، احنا محتاجين ان احنا نعمل مراجعه صغيره جدا على الشابتر ذات نفسه. الشابتر الاول بدا بالسامبل مين والسامبل فاريانس، عرفنا ازاي بنحسبهم وكل حاجه دي. طبعا احنا اصلا كنا عارفين الحاجات دي من الاول من السنه اللي فاتت، وبعديها بدانا ان احنا نحسب البوبوليشن مين او نستيميت ايت في الشباتر بعد كده، وعرفنا ان البوبوليشن مين هو الاكسبكتيشن بتاع الاكس بار اللي هو الميو، والفاريانس بتاع السامبل مين هو سيجما سكوير على ان. طبعا الحاجات دي كلها مظبوطه في المحاضرات اذا كانت مكتوبه في السلايد او في الفيديو الاساسي بتاع المحاضره. بعديها دخلنا في النورمال ديستريبيوشن، وقلنا ان الاكس بار بتفولو نورمال ديستريبيوشن لميو وسيجما سكوير على ان، وده برضو اتثبت في المحاضره. بعديها احتاجنا ان احنا نعمل او نجيب الستاندرد نورمال اللي هو كان عن طريق ان الزد اللي هي بتكون ايكوال الاكس بار ماينس الميو على سيجما على روت ان. سيجما على روت ان اللي هو كنا بناخد السكوير روت بتاع الجزء ده، وده كان بيفولو نورمال ديستريبيوشن لزيرو وان. وبعد ما خلصنا النورمال ديستريبيوشن كان في نوت صغيره بتتكلم على central limit theory، بتقول ان احنا لو مش عندنا سيجما سكوير ال n عندنا اكبر من 30، كنا بنستخدم برضو normal distribution عادي جدا، بس كنا بنستبدل السيجما سكوير بال s سكوير. في حالة ان ال n كانت اقل من 30 كنا بنلجأ ان احنا نستخدم t distribution. بعد ما خلصنا ان احنا الكلام على ال one population، دخلنا في ال two populations، وبدأنا ان احنا نجيب ال expectation بتاع الاتنين population اللي هو المين بتاعهم والفاريانس بتاعهم، وقلنا ان الاتنين expectation او يعني الاتنين population بيفولو normal distribution للحاجات اللي احنا كنا اثبتناها فوق، اللي هو mu one minus mu two و sigma square one على n one plus sigma square two على n two. دول طبعا مظبوطين هنا ومظبوطين برضو في المحاضرة. بعد ما خلصنا خلاص النورمال ديستريبيوشن، دخلنا على ديستريبيوشن تاني اسمه كاي سكوير ديستريبيوشن. والكاي سكوير ديستريبيوشن ده اللي هو مجموع مربعات الستاندرد نورمال. لازم تخلي بالكوا بس ان ده التعريف بتاعه علشان ما نتلخبطش فيه قدام، هيفضل مستمر معانا قدام شويه، فيعني خلي بالكوا منه. كنا بنقول ان الاكسبكتيشن بتاع الكاي سكوير للديجري اوف فريدم كي كان بيكون ال k، والفاريانس بتاع ال كاي سكوير للدجري اوف فريدم k بيكون 2 k. وبرده في نوت هنا صغيره بتقول لنا لو عندنا ال u1 بتفولو ال كاي سكوير للدجري اوف فريدم 3، وعندنا ال u2 بتفولو ال كاي سكوير للدجري اوف فريدم 5، لما بنجمعهم على بعض بنجمع كمان الديجريز اوف فريدم. بالتالي هنا لما جينا نجمعهم على بعض بقت الدجري اوف فريدم 8 اللي هي 5 بلس 3. بعديها دخلنا على الديستريبيوشن بتاع الاس سكوير، واحنا عارفين ان كون الاس سكوير بيكون ايكوال اللي هو السميشن بتاع الاكس اي ماينس الاكس بار، ده اللي هو كان موجود هنا على ان ماينس 1. تاني ان احنا هنا لما جينا عملنا الاكسبكتيشن واستخدمنا كمان موضوع ان احنا عارفين ان الاكسبكتيشن بتاع الكاي بيكوال الديجري اوف فريدم ذات نفسه، فبالتالي ان احنا هنا استنتجنا ان الديستريبيوشن بتاع الاس سكوير بيفولو كاي سكوير لان ماينس 1. بعد ما خلصنا الكاي سكوير ديستريبيوشن دخلنا في تي ديستريبيوشن، واحنا قلنا امتى بنستخدم التي ديستريبيوشن؟ قلنا لما يكون الان اقل من 30، بلس برضو ان السيجما سكوير هتكون انون، وده بيكون الجنرال فورم للتي ديستريبيوشن اللي هو بيكون زد على سكوير روت اليو ده اللي هو بيكون بيفولو الكاي ديستريبيوشن على الديجري اوف فريدم. وبالتالي ان احنا بنقول ان الشكل ده بالذات بيفولو التي ديستريبيوشن للار اللي هو الديجري اوف فريدم بتاع الكاي سكوير. بعديها دخلنا على الاف ديستريبيوشن، وده الجنرال فورم بتاع الاف ديستريبيوشن اللي هو بيكون يو 1 على ار 1 كل ده على يو 2 على ار 2. وطبعا يو 1 ويو 2 دول بيكونوا كاي سكوير، والار 1 وار 2 بيكونوا الديجري اوف فريدم لكل كاي سكوير. وكان الكلام ده كان بيفولو الاف ديستريبيوشن لار 1 وار 2 اللي هي الار الموجوده هنا والار الموجوده هنا. وده يعني كان ملخص سريع او يعني الاشكال بشكل عام للديستريبيوشنز اللي احنا اخدناها، وهتفيدنا واحنا بنحل كتير، فهنخليها قدامنا وهنبدا في الاسئله ذات نفسها. اول حاجه هنبدا بالسؤال رقم 5. هو هنا هتكون الاسئله كلها عباره عن ستيتس ذا ديستريبيوشن، الاسئله اللي انتوا طلبتوها، فبالتالي ان احنا يعني مختارين الاسئله دي بالذات علشان دي الاسئله اللي انتوا كنتوا قايلين عليها. طيب نبدأ بأول سؤال اللي هو سؤال رقم 5.
هو هنا في السؤال بيقول لنا ان ال x بتفولو normal distribution 0 دي ميو والستاشر دي بتكون sigma square وال y بتفولو normal distribution لخمسة واربعة زي ما اتفقنا ان الخمسة هتكون ميو والاربعة هتكون sigma square وال u هتفولو chi square distribution والdegree of freedom اربعة وال v هتفولو chi distribution والdegree of freedom ستاشر. وهو عطينا في السؤال نمبر ايه مدينا الشكل ده بيقول لنا الشكل بتاعه عبارة عن ايه او ايه الديستريبيوشن بتاعه. هو احنا لو بصينا على الشكل ده كده من بره من غير ما نشوف كده الاجابة هنبص كده هنلاقي ان في هنا الاكس دي معمولها سكوير والواي ماينس خمسة معمولها سكوير معنى كده ان احنا عملنا سكويرينج الحاجة. طيب هل هنا مثلا في تحت سكوير روت؟ لا ما فيش سكوير روت فبالتالي ان احنا مش هنفكر في تي ديستريبيوشن. طيب هو في فوق كاي سكوير وتحت كاي سكوير؟ لا ما فيش. طب هنا في فوق كاي سكوير وتحت كاي سكوير؟ لا برضه ما فيش. فاحنا كده مش هنستخدم الاف ديستريبيوشن فبالتالي ان كده ايه اللي اتفضل عندنا؟ اتفضل عندنا النورمال ديستريبيوشن والكاي سكوير ديستريبيوشن. واحنا قلنا في الاول او في الريفيجن كنا قايلين ان الكاي سكوير ديستريبيوشن هي عباره عن مجموع مربعات الستاندرد نورمال. الشكل ده مش بيفكركم بحاجه؟ هو ده مجموع المربعات الستاندرد نورمال. هو ايه الستاندرد نورمال؟ الستاندرد نورمال هو بيكون الزد اللي احنا جبناها هنا كنا بنقول ان هي بتيكوال الاكس ماينس الميو على سيجما على روت ان. سيجما على روت ان دي مش لازم دايما تكون سيجما على روت ان. سيجما على روت ان دي بتتغير على حسب هنا ايه الفاريانس اللي عندنا. فبالتالي ان احنا عندنا هنا الفاريانس اصلا في مثلا الفاريانس بتاع x كان equal 16 والفاريانس بتاع y equal 4. فبالتالي ان احنا هنا لو جينا نجيب z اول حاجة هنقول بس اول ان هي شكلها بتفولو ان chi distribution بعدها هنقول له since ان x بتفولو normal distribution ل 0 و 16 دي هو اصلا given هو عطانا. فبالتالي ان احنا نجيب z بتاعها اللي هو هتكون x minus 0 0 زي اللي هي mu على روت 16 اللي هي السيجما. فبالتالي ان هي هتكون equal x على 4. هو هنا يعني حاولت ان انا اكتب لكم الخطوات بالتفصيل شوية علشان لو في حاجة مثلا ما كانتش مفهومة في الاول فتتفهم ان شاء الله يعني في الفيديو ده او بالبي دي اف ده يعني اي حاجة. وبعديها بصينا على الشكل ده كده لقينا ان هو لأ مش شبه الشكل ده لقينا ان هنا في سكوير فبالتالي ان احنا هنا احتاجنا ان احنا نعملها سكويرينج فبقت x سكوير على 16 ودي سميناها equation number 1. بعديها بصينا على الترم التاني او يعني على ال y minus 5 سكوير لقينا برضو ان هي يعني عمل لها standard normal وعمل لها squaring فبالتالي ان احنا هنا قلنا since ان ال y بتفولو normal distribution ل 5 و 4 دي كانت given فوق فجبنا الz بتاعتها اللي هي كانت equal y minus 5 على 2 بعديها عملنا لها squaring طلعت y minus 5 all power 2 على 4 والequation دي سميناها number 2. بعديها عملنا summation للاثنين equation فبالتالي ان هو ظهر لنا الشكل ده وده الشكل اصلا اللي كان جاي لنا في اول سؤال. لو احنا بصينا على الشكل ده او لو بصينا على الخطوات اللي احنا عملناها لقينا ان احنا جمعنا z square plus z square اللي هو مجموع الستاندرد نورمال وده كان بيفولو ايه؟ كان بيفولو الكاي سكوير. فبالتالي ان احنا هنا بقى عندنا z سكوير بلس z سكوير فعندنا 2 z هما الاثنين معمولها سكويرنج فبالتالي ان هنا هتفولو كاي سكوير الاثنين يعني ممكن نعتبر ان z سكوير بتاعت x دي equal كاي سكوير 1 و z سكوير بتاعت ال y equal كاي سكوير 1 برضو فلو جمعنا ال degree of freedom هتطلع كاي سكوير اوف 2. فاحنا بالتالي احنا بقى في الاسئله دي بنعمل ايه بشكل عام؟ احنا الاول بنبص على السؤال بنشوف ده شكله بيدل ايه او شكله ممكن ان احنا نستخدم فيه ايه وطبعا ده بيكون على اساس الاشكال اللي موجودة هنا اللي هي دي. ده بيكون شكل النورمال اللي هو بيكون نورمال عايز ينفوش سكويرينج ولا اي حاجة. الكاي سكوير بيكون السميشن بتاع الستاندرد نورمال سكويرينج لازم يكون معمولهم سكويرينج والتي ديستريبيوشن لازم يكون فيه تحت سكوير روت ويكون فيه هنا كاي تحت كاي وفوق زد والاف ديستريبيوشن بيكون اتنين كاي واحد فوق واحد تحت.
فبالأشكال دي هتسهل علينا الموضوع كتير. تمام، ندخل على تاني سؤال اللي هو number B. لو بصينا على الشكل ده كده هنلاقي ان في تحت square root. square root ده مش بيفكرنا بحاجة، بيفكرنا بايه؟ بيفكرنا بالt distribution. فبالتالي ان احنا هنشتغل هنا على t distribution، نكتب الاول شكل t distribution علشان ما نتلخبطش في الستبس. فاحنا عارفين ان t distribution بتيكوال z فوق وتحت square root لكاي سكوير، او يعني لليود اللي هي بتفولو كاي سكوير على ال r1 اللي هي degree of freedom. وهنقول له since ان ال x بتفولو normal distribution ل 0 و 16، فهنجيب ال z بتاعتها اللي هي هتطلع x على 4. بعدها هنقول له since ان ال v بتفولو كاي سكوير ل 16، ودي برضو كانت given، فاحنا هنحاول بقى نوصل للشكل ده. طيب هنوصل للشكل ده ازاي؟ عن طريق ان احنا هنكتب الفورمولا بتاعته ونبدأ ان احنا نشتغل عليها عن طريق ال given اللي هو اصلا اوريدي عطاهولنا في المسألة. فبالتالي ان ثانية السؤال، ايوه اهو. طيب فبالتالي ان هنا هنكتب اليو دي هنشيلها ونعوض عنها بال v عشان ال v دي اللي هي اصلا كان given عندنا، وال r1 degree of freedom اهي اللي هي 16، فشلنا ال r1 وكتبنا مكانها 16، ودي بقت equation number 2. بعديها هناخد equation number 1 و number 2، اهي equation number 1 ودي equation number 2، وهنحطهم فوق بعض علشان نحقق الشكل اللي هو كان عطاهولنا في الاول. فلما حطيناهم فوق بعض او تحت بعض لقينا ان هتكون x على 4 وهنا square root ل v على 16. طيب هنبدأ بقى ان احنا نظبط شكلها اكتر ونشوف ايه اللي هيتعمل مع ايه. هنلاقي الحاجات بتنزل كده، بمعنى ان هي ال x وال 4 نزل تحت، وهنا 16 طلعناها بره الروت، ف يعني لما نيجي نعمل square root ل 16 هتعملوها بالكالكليتر هتطلع لكم ب 4. فبالتالي ان دي بقت square root لل v على 4، فبالتالي ان ال 4 دي هتطلع فوق جنب ال x، فتكون 4x على 4 square root لل v، فال 4 هتضم على 4 هتفضل لنا الشكل ده، وده الشكل اللي هو كان جايبه لنا فوق. فبالتالي ان احنا هنا هنقول ان الشكل ده بيفولو ال t distribution ل 16. ليه 16؟ علشان احنا قلنا فوق هنا اهو في الشكل بتاع t distribution ان، او هاتوا الشكل ده اهو، ان t distribution بتفولو قصدي ان t distribution بتاخد ال degree of freedom بتاعة الكوي اللي هي بتكون موجودة هنا. فبالتالي ان هنا ال t distribution هتاخد ال degree of freedom بتاعة الكوي اللي هي موجودة اهي، اللي هي هتكون 16. بعدين هندخل على السؤال نمبر C. الشكل ده بيفكركم بايه؟ احنا قايلين فوق ان ال U بتفولو كاي سكوير لاربعة، وال V بتفولو كاي سكوير لستاشر، تلين هنا كاي سكوير فوق وكاي سكوير تحت، فأكيد هتكون F distribution. نكتب شكل ال F distribution اللي هو ال U1 على ال R1 degree of freedom، وال U2 على ال R2. فبالتالي نبدأ ان احنا نحقق الشكل ده. هنقول له since ان ال U بتفولو كاي سكوير لاربعة، فبالتالي ان الشكل ده هنجيبه ازاي؟ هنكتب U1 على R1 اللي هي equal U اللي هي عندنا هنا في المسألة على الأربعة degree of freedom دي. هنقول له since ان ال V بتفولو كاي سكوير ل 16، فبالتالي ان احنا نعمل نفس الخطوات، بس بدل U هنكتب ال V وبدل الأربعة هنكتب ال 16 اللي هي degree of freedom بتاعت الكاي هنا. بعديها هنحط الاتنين على بعض زي الشكل ده كده، وبعديها لو احنا ظبطناها ماثيماتيكالي فهنلاقي الأربعة دي نزلت تحت والستاشر دي طلعت فوق. تاني ان احنا لو يعني حتى كتبناهم برضو على الكالكليتر هتطلع لنا ان يعني ستاشر divided by 4، فهنا دي هتكون 4 ودي هتكون 1، فهيتبطل الشكل ده اللي هو الشكل برضو اللي هو عطاهولنا. فهنلاقي ده ان هو بيفولو F distribution لأربعة وستاشر. أربعة اللي هي ال degree of freedom بتاعة ال U، وستاشر ال degree of freedom بتاعة ال V اللي هي الأربعة اللي فوق وستاشر اللي تحت، قبل ما نعمل لهم أي تعديل، قبل ما نكنسل أي حاجة مع بعض. تمام، ندخل على السؤال رقم 6. هو طبعا في اتنين كمان تبع السؤال ده، بس الاتنين دول يعني هنعوضهم في السؤال ده، يعني هيتحلوا كمان في السؤال ده، بس هو عشان ما يكونش فيه إعادة كتير في الفيديو، فهمتوا كمان عشان ما تزهقوش.
المهم سؤال رقم 6، هو عطينا ال equation دي شكلها كده، وبيقول لنا برضو هي بتفولو any distribution. سواء في السؤال كان قايل لنا ان ال x1 وال x2 بيفولو النورمال ديستريبيوشن لزيرو وسيجما سكوير، يعني هو عطينا ال mu equal zero وال هي سيجما او سيجما سكوير هت equal سيجما سكوير زي ما هي. فبالتالي ان احنا من الكلام بتاع المحاضرة او من الشرح بتاع المحاضرة كنا بنقول ان احنا لو عندنا ال x دي بتفولو نورمال ديستريبيوشن وال x دي كمان بتفولو نورمال ديستريبيوشن، فبالتالي ان ال U كمان هتفولو normal distribution بدل ما دخلش فيهم اي distributions تانية، وبالتالي ان الاساس كمان او ال U هتفولو normal distribution. تاني انه ده اللي احنا كتبناه، قلنا له since ان x1 و x2 بتفولو normal distribution لزيرو وسيجما سكوير، فبالتالي ان ال U هتفولو normal distribution بس ال mu احنا مش عارفينها وسيجما سكوير احنا مش عارفينها، وبالتالي ان احنا هنبدا ان احنا نجيب الميو والسيجما سكوير دول من الحاجات اللي احنا كنا اخدناهم والحاجات اللي احنا رجعنا عليهم في الاول. كنا قلنا ان عشان نجيب الميو كنا بنجيب الاكسبكتيشن بتاعه اليو اللي هي اكسبكتيشن بتاعه 3x1 minus 5x2 plus 8، فكنا بنوزع الاكسبكتيشن جوه. الاكسبكتيشن لما تدخل على 3x1 فالتلاته بتطلع بره زي ما هي، والx1 بتكون اكسبكتيشن بتاعه x1، وطبعا احنا عارفين ان الاكسبكتيشن بتاعت x1 اللي هي الميو اللي هي ايكوال هنا عندنا 0 اللي هو اصلا عطاها لنا جيفن. بعديها هنقول ماينس، ماينس زي ما هي، والخمسة هتطلع بره وهتكون الاكسبكتيشن بتاعت x2 اللي هي ايكوال الميو، والميو احنا عارفين برضو من هنا اهي ان هي ايكوال 0، فبالتالي ان كل الجنب ده كمان هيكون ايكوال 0. بعديها بلس الاكسبكتيشن بتاعت 8، 8 ده كونستانت فبالتالي ان هي هتكون 8 بس كده زي ما هي، هتنزل التمانية. طبعا هنا دي هتكون بزيرو علشان ميو إيكوال زيرو، ودي كمان هتكون بزيرو، فبالتالي إن الإكسبكتيشن بتاعت كل ده هتكون إيكوال التمانية. بعد كده هنحسب السيجما سكوير. السيجما سكوير هتكون الفاريانس بتاعت كل الإكويشن اللي عندنا، فبالتالي إن احنا عارفين إن الفاريانس ده بيكون أصلا سكويرينج، فبالتالي إن الفاريانس لما تيجي تتقسم جوه فبالتالي إن التلاتة دي هتعملها سكويرينج فهتطلع بتسعة، والفاريانس بتاعت ال x1 هتنزل زي ما هي اللي هي تكون سيجما سكوير من هنا زي ما قلنا. بعدها الماينس دي هتتحول بلس علشان زي ما قلنا ان احنا بنعمل سكويرينج، والفاريانس بتاعت الخمسة اللي هي هتكون خمسة سكوير، وبعدها هنكتب الفاريانس بتاعت ال x2 اللي هي هتكون equal سيجما باور 2. بعدها الفاريانس بتاعت 8، الفاريانس لما بيدخل على الكونستانت بيدينا 0، فبالتالي ان احنا هنا نزلنا 0 فتفضل عندنا 9 سيجما سكوير بلس 25 سيجما سكوير، لو جمعنا ده هيطلع لنا 34 سيجما سكوير، فبالتالي ان الشكل اللي كان عندنا فوق ده هيفولو النورمال ديستريبيوشن ل 8 اللي احنا جبناها من هنا و 34 سيجما سكوير اللي احنا جبناها من هنا. طيب شايفين الموضوع سهل ازاي؟ بس هو يعني ستيبس كده ونعرف بس مين بيتعمل ايه او امتى بنستخدم ايه، وبرضه لازم نكون عارفين الشكل طبعا. تمام، ندخل على تاني سؤال اللي هو بيقول لنا ان ال V equal summation بتاع ال XI. طبعا احنا قلنا في الاول ان ال XS دي بتفولو ال normal distribution ل 0 و sigma square، فبالتالي ان احنا هنا لو جينا اشتغلنا على ال V فهي هتفولو برضو ال normal distribution ل mu و sigma square unknown، هما الاتنين unknown فاحنا نحتاج ان احنا نحسبهم. ويعني الشكل ده كان معمول قبل كده في المحاضرة والدكتور كان شرحته، فيعني ان شاء الله يكون سهل وما يكونش فيه لخبطه. فاحنا هنا لما جينا نعمل expectation فكينا السميشن بتاع الاكس اي ده بقت اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة لغاية اكس ان، فبالتالي احنا هنا لو دخلنا expectation على كل حاجة فهتكون expectation بتاعت اكس واحد بلس expectation بتاعت اكس اتنين بلس expectation بتاعت اكس تلاتة لغاية expectation بتاعت اكس ان، وكل ده اللي هو بيكوال ايه؟ يعني الاكسبكتيشن بتاعت اكس واحد ايكوال ايه؟ ميو. الاكسبكتيشن بتاعت اكس اتنين ايكوال ايه؟ ميو. الاكسبكتيشن اوف اكس تلاتة ايكوال ايه؟ ميو. فكلهم هيكونوا ميو. فتاني ان احنا لو جينا نعمل السميشن بتاعت الميو هنا فتطلع لنا ان في ميو، واحنا اصلا عارفين ان الميو في الاول ايكوال زيرو، فبالتالي ان الاكسبكتيشن بتاعت السميشن بتاعت كل الاكسس دي هتكون ايكوال زيرو. ندخل على الفاريانس. لما جينا نعمل الفاريانس بتاع السميشن بتاعت الاكس واي هتكون equal الفاريانس بتاعت x1 plus الفاريانس بتاعت x2 لغاية الفاريانس بتاعت xn،
الفارينس بتاعت x1 equal e equal sigma square, الفارينس بتاعت x square equal sigma square, الفارينس بتاعت xn equal sigma square, كلهم equal sigma equal sigma square. والتاني ان احنا لو عملناهم summation equal هتكون equal n sigma square. بالتالي ان ال v او الشكل ده هيكون هيفولو النورمال ديستريبيوشن زيرو اللي احنا جبناها من هنا وان سيجما سكوير اللي احنا جبناها من هنا. طيب ندخل بقى في الاصعب شوية. يعني هو للأسف هي محلولة وانا مش عارف اقول لكم ده شكلها هعمل ايه, بس احنا لو بصينا كويس يعني في الاول ممكن نتلخبط فيها علشان هنا مش لاقيين يو مثلا وهنا ان على سيجما سكوير ان تايم سيجما سكوير, يعني الشكل ده مش مألوف بالنسبة لنا. بس احنا لو ركزنا هنلاقي ان فيه هنا سكويرينج. احنا امتى بنعمل سكويرينج؟ لما بنيجي نجيب الزد سكوير. طب احنا بنجيب الزد سكوير امتى؟ لما نيجي نستخدم الكوي سكوير. فبالتالي ان احنا هنا هيكون او يعني هيبان من شكلها ان احنا نستخدم الكوي سكوير ديستريبيوشن. وهنقوله ان سينس ان الكوي سكوير للان المفروض ان انا هيكون في ان هت ايكوال السميشن بتاعت الزد سكوير, وهنا هتكون طبعا من واحد لغاية n. طيب هو يعني احنا بنقول الكلام ده على ايه؟ على اساس ان احنا كنا قايلين في الاول ان الكوي سكوير هي بيكون مجموع الستاندرد نورمال لما يكون معمول لها سكويرينج. تايم تمام. فندخل بقى في البروف ذات نفسه. هنقول له سنس ان كل ال xi اللي عندنا اللي هي xi اللي هي x1 x2 x3 لغاية xn كلهم بيفولوا النورمال ديستريبيوشن لزيرو وكاي سكوير. فبالتالي ان السميشن بتاع ال xi هيفولوا النورمال ديستريبيوشن لزيرو وان سيجما سكوير بقى 2. طيب ده اصلا جبناه منين؟ احنا مش هنحتاج نعمل له بروفينج تاني, بده احنا اوريدي يعني اثبتناه هنا. فاحنا اثبتنا هنا اهو, او يعني جبنا من هنا اهو الشكل السيجما السميشن بتاع ال xi كان بيفولوا النورمال ديستريبيوشن لزيرو وان سيجما سكوير. فبالتالي ان احنا هناخد المعلومه دي اللي احنا اثبتناها قبل كده او قلناها قبل كده وهنستخدمها هنا. نقول له ان السميشن بتاع اكس اي بيفولو النورمال ديستريبيوشن لزيرو وان سيجما سكوير. تاني ان احنا هنجيب الزد هتكون سيجما سكوير دي يعني دي او دي هنعمل لها ماينس ميو اللي هو كان ايكوال زيرو على الروت كل ده. فروت كل ده ايكوال هيكون روت ان وروت سيجما سكوير باور 2 هنضيع الاثنين دي فتكون سيجما بس. بعدها هنعملها سكويرينج هيكون ايكوال الشكل ده واللي هو اصلا كان الشكل اللي موجود عندنا من الاول. فاحنا كده اثبتنا ان ال w دي او يعني الشكل ده بيفولو الكاي سكوير الواحد. طب وهنا ليه واحد؟ عشان هنا عندنا زد سكوير واحدة بس. بدل عندنا زد سكوير واحدة بس فهي هتكون او هتفولو الكاي سكوير الواحد. اما لو عندنا زد ان او زد اتنين او زد تلاتة او اي زد موجودة فهتفولو الكوي سكوير لعدد الزد الموجودة عندنا. طيب ندخل على السؤال اللي بعده او يعني شايفينه برضو بس هنا نفسنا مش شايفينه دلوقتي. نبص كده على السؤال اللي هو بيقول لنا ان الواي بت ايكوال اتنين اكس وان سكوير على اكس اتنين سكوير بلس اكس تلاتة سكوير. طيب الشكل ده بيفكركم بحاجة؟ او لو رجعنا للأشكال بتاعتنا هنلاقي ان هو بيفكرنا بالF distribution. طيب ليه F distribution؟ عشان فوق هنا شكله كده بيطي على ان في كوي, وتحت شكله برضه هنا كده بيطي على ان في كوي, وهنا كمان شكله بيطي على ان في كوي. طب ليه احنا بنقول شكله ان هو بيطي على ان في كوي؟ علشان هنا في squaring. واحنا بنجيب السكويرينج ده منين؟ لما بنيجي بنعمل الزد سكوير. تاني ان احنا هنا كتبنا شكل الـ F distribution قدامنا علشان ما نتلخبطش. وبعديها قلنا له since ان x1 x2 و x3 بيفولو normal distribution لزيرو و سيجما سكوير دي اللي هو كان عطاها لنا اصلا given في الاول, هنجيب زد1 وزد2 وزد3 اللي هو هتكون x1 على سكوير على سيجما سكوير وزد اتنين هتكون x2 سكوير على سيجما سكوير x3 او زد 3 هتكون x3 سكوير على سيجما سكوير. بعديها هنكتب الشكل اللي موجود عندنا ده بس بشكل زد سكويرز علشان ما يتلخبطش. واحنا كنا قايلين في السؤال اللي فوق ان زد سكوير الواحده بتفولو كاي ديستريبيوشن
الواحد degree of freedom واحد، فبالتالي ان احنا هنشيل كل زد من هنا وهنحط مكانها chi square واحد. في الاول خالص في الريفيجن كنا قايلين ان احنا لو عندنا sum between 2 chi squares كنا بنجمع degrees of freedom، فهو ده اللي حصل عندنا تحت اهو، ان احنا عندنا chi square واحد plus chi square واحد، فبالتالي احنا ما جمعناهم طلعت chi square 2. فبالتالي ان احنا لو عاوزين نحول الشكل ده لشكل ال F distribution اللي هو اهو قدامنا اهو، فبالتالي عملنا ايه؟ كتبنا ال U واحد ده اللي هو يعني related بده على الواحد اللي هو ال degree of freedom بتاعت القوي هنا، وهنا U 2 على 2 اللي هي degree of freedom الموجودة هنا. فبالتالي ان احنا لو عدلنا شكلها هنلاقي الواحد ده هينزل تحت والاتنين هتطلع فوق، فهيكون 2 U واحد على U 2 اللي هي الشكل ده يعتبر بعد التعديل، فده هنلاقي ان هو بيفولو ال F distribution للواحد اللي موجود فوق اهو والاتنين اللي موجودة تحت اهو بالشكل ده. تمام، ندخل على السؤال اللي بعد كده. احنا هنا لو بصينا على سؤال E هنلاقي ان في square root تحت، فده لقينا ان في square root تحت، فده كده شكله ان هو بيتزي على T distribution. طيب النسبة ازاي اكتر ان هو T distribution؟ ان هنا في موجود summation بتاعت x i square، ده في square يبقى اكيد في هنا z square موجودة. طيب نبدأ بقى نفنط الموضوع ده واحدة واحدة ونعرف ايه اللي موجود فيه. الاول هنكتب بس شكل T distribution عشان ما نتلخبطش في النص، وبعديها هنكتب هنقول له since ان summation بتاعت ال x i بتفولو normal distribution 0 n square power 2، دي خلاص بقى اثبتناها من رقم b، فبالتالي ان الزد عندنا هتكون x summation بتاعت x i على square root لل n times sigma، ودي هنسميها رقم واحد، وهنعمل squaring ده فهيطلع لنا الشكل ده، وده هنسميه رقم اتنين. طبعا احنا عارفين ان ال z square بتفولو ال pi square ل degree of freedom على حسب الموجود عندنا. هنا احنا ليه قلنا degree of freedom n؟ عشان احنا هنا عندنا summation من واحد لغاية n، بس لو summation دي ما كانتش موجودة فبالتالي ان هي تكون بتفولو ال chi square ل 1، بس بدل summation دي موجودة فهي هتفولو ال chi square ل n. تمام، وبعديها هنستخدم الاتنين equations دول ونحطهم تحت بعض علشان نحقق الحاجة يعني او الشكل اللي هو عطوه لنا في الاول ده، فهيكون شكلهم بالمنظر ده. طبعا يعني ده منظر مريب جدا، هنحتاج ان احنا نعدله، فهننزل ده تحت، يعني هننزل الجزء ده كده تحت، والجزء ده هيطلع بره السكوير روت. بالتالي ان احنا لما نزلنا ده تحت بقى اهو يعني سيجما او سميشن بتاعت اكس اي على سكوير روت ان تايمز السيجما تايمز سكوير روت للسميشن بتاع اكس اي هنا سكوير على الروت ان تايمز سيجما، فالشكل ده شبه الشكل ده، فبالتالي ان هما هيزيعوا مع بعض، فبالتالي ان هنا هيتفضل لنا الشكل اللي هو كان مكتوب في الاول، بس هنا طبعا هو هنا ناقصه 2 يعني عاوز كتب هيتفضل لنا الشكل ده، وهنلاقي ان الشكل ده بيفولو التي ديستريبيوشن للان. ليه بيفولو التي ديستريبيوشن للان؟ عشان هنا احنا عندنا الزد اللي عندنا بتفولو الكاي ديستريبيوشن للان، بدل هي بتفولو الكاي ديستريبيوشن للان، دي ال n دي degree of freedom بتاعتها، فبالتالي ان ال n برضه هتكون ال degree of freedom بتاعت ال t. ندخل على السؤال اللي بعده. السؤال ده هو هنا عاطينا ان x1 و x2 و x3 و x4 بيفولو normal distribution ل 0 و sigma square، وعاطينا الشكل ده وبيقول لنا برضه ايه ال distribution بتاعها. فلو بصينا للشكل ده هنلاقي ان الشكل ده من تحت فيه اهو square root فشكله t، فزي ما اتفقنا او زي ما عملنا في السؤال اللي قبليه ان احنا هنبدأ ان احنا نفند كل حاجة واحدة واحدة، فهنجيب الزد، فهنا هنا يعني الزد هتكون اكس اي، اكس اي دي يعني ممكن نعوض عنها مثلا اكس وان او اكس اتنين او اكس تلاتة او اكس اربعة، بس يعني اكس اي للاستسهال او يعني عشان ما نكتبش الاربع خطوات كتير، يعني يكون في خطوات كتير على السيجما. لما نيجي نعملهم سكويرينج فهنقول ان اكس اي سكوير على سيجما سكوير، وهنبدأ برضو نعوض بنفس الشكل اللي احنا عوضنا بيه فوق، بس هنا يعني الاختلاف ان هنا في سميشن فوق، فبالتالي ان احنا عندنا بدل في هنا سيجما سكوير تحت وسيجما سكوير تحت
بالتالي ان احنا ناخد الاثنين دول وهما الاثنين على السيجما على السيجما. وهنا احنا عندنا السيجما تحت وسيجما تحت مش سيجما سكوير. اما في اللي تحت الروت هو اللي عندنا سيجما سكوير برضو هنا وسيجما سكوير هنا، فهنعمل اكس 3 سكوير بلس اكس 4 سكوير هما الاثنين على سيجما سكوير. بعديها هنطلع السيجما سكوير دي بره وهننزل دي تحت، فهما الاثنين هنقيهم ان هما بيضيعوا مع بعض، فهيتفضل لنا الشكل ده اللي هو الشكل اللي هو كان جايبه لنا في الاول، وده هيفولو التي ديستريبيوشن الاثنين. ليه هيفولو التي ديستريبيوشن الاثنين؟ عشان عندنا الاكس 3 باور 2 على سيجما سكوير سيجما سكوير، ده بيفولو الكاي سكوير 1 بلس الشكل ده برضو بيفولو الكاي سكوير 1. تالي كاي سكوير 1 وكاي سكوير 1 هيدينا كاي سكوير 2، تالي ان هنا هتكون بتفولو نورمال التي ديستريبيوشن الاثنين. اخر سؤال موجود وهو السؤال ده، هنا عطينا ان الاكس بتفولو نورمال ديستريبيوشن 0 1 واليو بتفولو الكاي سكوير 4 والبي بتفولو الكاي سكوير ديجري اوف فريدم 16، وعطينا الشكل ده وبيقول لنا ايه الديستريبيوشن بتاعها. هنا ممكن تتلخبطوا سيكا، بس هو يعني انتوا لو ركزتوا شويه هنلاقي ان هنا في اليو والبي هما الاثنين بيفولو الكاي سكوير، فبالتالي ان مش منطقي خالص ان الشكل ده يكون بيفولو النورمال ديستريبيوشن، بدل هنا عندنا كاي سكوير وهنا عندنا كاي سكوير. وهنا كمان عطينا الاكس سكوير، فبالتالي ان اكس سكوير ده برضو مش هيفولو النورمال ديستريبيوشن، فبالتالي ان الشكل ده كده الظاهر بتاعه ان هو هيفولو الكاي سكوير. طيب نثبت بقى الكلام ده ازاي؟ نثبته عن طريق هنقوله هنجيب الاول الزد سكوير بتاعت الاكس اللي هي هتكون اكس ماينس زيرو اللي هي الميو على وان سكوير اللي هي السيجما سكوير، فده طبعا هيكون ايكوال اكس سكوير وده هيفولو كاي سكوير لون. وهنقول له سنس اصلا ان انت عطينا ان اليو بتفولو الكاي سكوير لاربعة وان الفي بتفولو الكاي سكوير لستاشر، فبالتالي ان ده هيظهر بالشكل ده ان الدبليو هتكون ايكوال كاي سكوير لون بلس كاي سكوير لاربعة بلس كاي سكوير لستاشر، فبالتالي ان احنا هنا هنجمع الديجريز اوف فريدم لكل كاي سكوير، ستاشر بلس اربعة اللي هي عشرين بلس واحد اللي هي 21، بالتالي ان W هتفولو الكاي سكوير 21. كده نكون خلصنا الفيديو او اول فيديو انت طلبته، او يا رب تكونوا فهمتوا. وفي حالة ان في اي سؤال واقف معاك او اي مشكلة في الجزء ده او اي مشكلة ظهرت بعد كده ممكن تسيبها لنا في الكومنتات واحنا نرد عليكم في اسرع وقت. شكرا لكم.